افتتح في العاصمة صنعاء مركز دينتارايز لطب الأسنان الذي يحتوي إمكانات وتجهيزات حديثة رغم الحصار والعدوان الذي يعيشه الشعب اليمني. لا يخلو بيت في اليمن من وجود مريض أسنان سواء بالمستشفيات أو العيادات الخاصة نتيجة الإدمان على مضغ القات والسجائر وغيرها من العادات السيئة. هنا في عيادة دنتارايز لطب الأسنان الذي تم افتتاحه مزودا بكافة الإمكانات الحديثة والمتطورة والخبرات العالية في علاج وتركيب وتقويم الأسنان، وتغنيك عن الذهاب للخارج وعناء البحث عن المكان المتميز. الحمد لله مع بداية السنة الجديدة تم افتتاح مركز دنتارايز، حاولنا نقدم أحدث التطورات في مجال طب الأسنان ونسهل المعالجة السنية على المريض. إن شاء الله بتشوفوا تقنية جديدة في هذا المركز رغم الظروف رغم الحصار ورغم العدوان الذي نمر فيه في هذا الوقت، بس حاولنا أن احنا نتغاضى عن كل هذا وننطلق إن شاء الله. فعالية افتتاح المركز حضرتها قيادة من أمانة العاصمة وأشادت بدور القطاع الخاص ودعمه للمشاريع الصحية بالشراكة مع القطاع الحكومي. أحيي الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال افتتاح هذه المشاريع الرائعة التي أنا متأكد أنها ستكون قيمة مضافة لخدمة المجتمع. تجهيزات كثير جيدة إضافة إلى الكادر، كادر متميز، مكان متميز، تجهيزات متميزة، هذا الشيء يرتقي بمهنة طب الأسنان في اليمن. صحة الفم لا تشكل خطرا يهدد حياة الإنسان، هذا ما يعتقده الجميع، لكن الحقيقة جزء من الصحة العامة التي ينبغي الاهتمام بها، وخاصة بعد أن أصبح سرطان الفم في اليمن من أعلى النسب في العالم. يؤكد أنه ما زال هناك في اليمن من يقدم مثل هذه المشاريع في ظل هذا الوضع السيء الذي تعاني منه بلدنا، لكن الحياة موجودة والتطور والنمو موجود، ونتمنى أن يحقق هذا المركز خدمات جيدة لرواده ونازليه. الفئة المجتمعية التي حضرت في هذه المناسبة أكدت أن هذه العيادات المتخصصة توعي المواطن الذي يخاف من تناقل الأمراض وكذا الصعوبات التي تواجه المريض كإزالة العصب وعمليات الفم والتي باتت سهلة ولا تحتاج الكثير من الصعوبات. أتمنى من الأطباء أو المستثمرين أن يحظوا حظو الدكتورة ما شاء الله عليها في تنظيم وفي إنتاج مركز مثل هذا النموذجي. عام جديد ونجاحات جديدة أيضا، من أجمل الأمور أنك تشوف الشباب بدأوا يحققوا طموحاتهم ينشئوا مشاريعهم الخاصة. مليون مبروك للدكتورة حصة الشميري افتتاح مركز دنتارايز، أتمنى لها دائما التوفيق والنجاح إن شاء الله. دنتارايز عيادة متخصصة تواكب كل جديد في علاج وتقويم الأسنان وتركيبها، وتقدم الإرشادات التثقيفية والصحية كافة عن علاج الأسنان. سامي الحجري، اليمن اليوم. في الختام تذكير بأبرز العناوين.